بعمل شغل الكابتن محمود الخطيب، كان في كور بتاعته عندي. انا اسمي اسلام، عندي 33 سنه. بص حضرتك، دي دلوقتي الكره ديت هاندبول مقاس 3. ديت الكره ديت جايه القلب بتاعها بايظ، تمام. بنيجي احنا حضرتك ان هو بنفتح الكوره من هنا عشان خاطر نطلع القلب القديم ونركب قلب تاني جديد في جوه الكوره، وزي ما حضرتك شايفه كده بتتفتح بطريقه برضو احترافيه، ولا كوره بتتبهدل ولا اي حاجه. وبنركب الجوان وبنرجع نقفل الكوره تاني، ولما بنيجي نقفلها حضرتك بتشوفيها ولا كانها اتفتحت ولا كان فيها اي حاجه. برضو هنركب القلب اللي فيها، ادي القلب اهو بتاعها اللي هيركب جوه منها. بعد ما نركبه وهنقفل الكوره، تمام. وحضرتك برضه شوفها بعد القفله، مش هتلاقي اصلا، مش هتحس ان هي اتفتحت بحاجه اساسا. حضرتك انا دلوقتي ركبت الجواني داخل الكوره، تمام، وراكب اهو الجواني جوه، تمام. هبدا بقى اقفل الكوره عشان خاطر اشطبها. ممكن حد بيجي ينفخ الكوره او بيفسيها، الابره بيحطها غلط. ممكن بيلعب بالكوره، بتيجي في مسمار، بتيجي في الجنش بتاع الجون، بتيجي مثلا لو الملعب معمول له شبك وفيه عواميد، بتيجي في الجنش اللي متعلق في الشبك بتخرمها بتقطعها. الشبكه ده هو الشغل، يعني كنت بعمل شغل الكابتن محمود، كان في كور كابتن محمود الخطيب، كان في كور بتاعته عندي كنت بعملها له. وبيجي لي لعيبه من هناك برضه من النادي الاهلي، وساعات بيبعتوا برضه يعني ناس تبعهم. انا جاي لك مثلا من طرف الكابتن وليد سليمان، انا جاي لك من طرف مدحت عبد الهادي، حتى الكابتن مدحت عبد الهادي كان هنا برضه عندي من فتره، كان معاه كوره برضه، كان بيعملها، كان نازل بيشتري حاجات وفي نفس الوقت كان معاه كوره عملها. ومراكز الشباب بقى، الانديه والكلام ده، اصبحت الكوره دلوقتي مقفوله، حتى مش هتحسي ان هي اصلا اتفتحت، لان دي كوره هاند بول، عشان دي الخياطه بتاعتها اساسا يدوي. يعني انت حضرتك في كور بتيجي يدوي، وفي كور خياطه يدوي، وفي خياطه مكن، وفي اللي هي بتبقى الكبس، بتبقى حاجه زي كده، الكبس بيبقى زي كده، فبنضطر نقطعه. لكن اليدوي ده بيتفك كده وبيرجع يتقفل تاني. انا برضو فاضل فيها حته اخيره.